بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس النهاردة الدرس الـ14 من سلسلة دروس تعليم 3D Max 2019. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض اللايتس في البرنامج، وزي ما أنا قلت قبل كده إن عندي أنواع كتيرة من اللايتس إن شاء الله هنتطرق ليها، مش شرط إنها تكون بالترتيب، لكن هتطرق للحاجات المهمة في الأول اللي إحنا دايما بنستخدمها. النهاردة إن شاء الله في حاجتين هتكلم فيهم، اللي هي الفيراي وازاي ان احنا نحمله على البرنامج، وتاني حاجة اللي بتكلم عنها اللي هي تأثير الشمس، ازاي نحط اضاءة الشمس اللي هي sunlight في الشغل اللي انا عاملاه. هنبتدي مع بعض الدرس. اول حاجة هتكلم فيها اللي هي تحميل الفيراي او تأثير الفيراي على برنامج 3D Max، ازاي ان انا بحمله، ان هو مش بيبقى موجود في النسخة اللي نازلة. انا حملته من الموقع ده، عشان كده بقول لكم على الموقع ده. عندي هنا ده اسم الموقع زي ما احنا شايفين موجود عندي فوق www.chaosgroup.com. عايز هو ده اسم الموقع، وهنزل لكم لينك الموقع اسفل الفيديو. بعد كده هاجي اقول له عايزة اعمل ساين ان. الاول هعمل اكاونت على الموقع، لازم اعمل اكاونت عشان اقدر احمل الفيري. لو انا عندي اكاونت بكتب اليوزر نيم والباسورد، لو ما عنديش اكاونت بروح على كرييت اكاونت وبحط الايميل بتاعي وبحط اليوزر نيم اللي انا عايزاه وبحط الباسورد، وهو بيقول لي هنا 8 or more character، بيبتدي من 8 او زيادة عن 8. انا عاملاه ارقام حروف ارقام زي ما انتوا عايزين تعملوها كويس. بعد كده بتقولوا نيكست. انا كنت عامله اكونت قبل كده فهقول له ساين ان، وهدخل على الاكونت بتاعي. انا هنا دخلت على الاكونت اللي انا عملته، هقول له داونلود من فوق عندي هنا اهو، بدوس عليها وهنا بيديني انا عايزه احمل الفيري، فبدوس على الفيري وبختار 3D Max 2019 وبقول له داونلود فور ويندوز اكس 64، بدوس على داونلود فور ويندوز وهو هيحمله لي. اول ما هدوس عليها هينزل لي الفايل هنا تحت، هيبقى exe، بدوس عليه وبحمل الفيري. بعد ما بخلص تحميل، انا طبعا محملاه دلوقتي على البرنامج، بعد ما اخلص تحميل طبعا بكون قافله البرنامج وانا بحمل. اول ما بيخلص وبيقول لي فينيش بفتح البرنامج بلاقي الفيري متحمل عليه، وهيظهر لي الايقونات بتاعه الاوامر بتاعته. عندي برضو هنا في ماكس 2018 و2017 2015، اللي عنده نسخه ممكن غير 2019 ممكن يحمل الفيري على النسخه المناسبه ليه. هنبتدي مع بعض الدرس. زي ما احنا شايفين كده بعد التحميل هيظهر لنا الايقونات بتاعت الفيري، ده الاوامر بتاعته بالنسبة للريندر واللايت والكاميرا، كل حاجة موجودة عندي هنا. انا هاجي كده ارفعه فوق في التول بار بالشكل ده كده. هنيجي نرسم اوضة، والاوضة دي فيها فتحة شباك، وهنشوف ازاي ان احنا نحط كاميرا ونحط لايت. ادي الاوضه عندي عباره عن اربع حوائط وسقف وارضيه. هاجي اعمل فتحه شباك في احد الحوائط الموجوده عندي هنا، هروح عند شيبس وهختار ريكتانجل، وعندي هنا من الفرونت هرسم ريكتانجل بالشكل ده كده اهو، واجي اعمل له اكسترود، بروح عند موديفاي موديفاير ليست وبختار حاجة اسمها اكسترود من هنا. عندي هنا في البارامترز الاماونت اللي هو الاكسترود انا عايزاه يبقى قد ايه. اكسترود اللي هو السمك اللي انا بعمله للريكتانجل اللي انا رسمته، فانا عندي هنا الاماونت هخليه 10 زي ما هو، وهو فعلا عمله لي 10 لما دوست عليه. وهاجي اقول له موف، هاجي هنا في التوب عشان يظبط معايا اهو، و
وهطلعه على الحائط بالشكل ده كده. انا بس بشرح الخطوة دي، ما شرحتش خطوة الحوائط. الخطوة دي مهمة ان انتوا تعرفوها، ازاي ان انا اعمل فتحة في الحوائط. طيب بعد كده ازاي ان انا هعملها؟ بدوس على الحائط اللي انا هعمل فيه الفتحة اللي فيه ريكتانجل اللي انا عملته، وبروح عند جيومتري هنا اللي هي الدايرة اللي عندي دي، وبختار من السهم ده، هو دايما بيبقى ستاندر برامترز، انا هختار كومباوند اوبجكتس، واختار حاجة اسمها بروبلين هنا، واقول له ستارت بيكينج، بدوس عليها وبختار البوكس اللي انا عملت عشان احدد الفتحة. ادي ظهرت لي الفتحة في الحائط بالشكل ده. يبقى انا ظهر لي هنا الفتحة على الحائط، هيبان لي لما اجي احط الكاميرا واحط اللايت. يبقى الخطوة دي مهمة، ازاي ان انا اعمل فتحة في الحوائط. بدوس على الحائط اللي انا هعمل عليه الفتحة، وبعدين زي ما قلت هنروح عند جيومتري كومباوند اوبجكتس بروبلين، وبعدين ستارت بيكينج، واختار البوكس اللي انا عملته اللي هو بيحدد لي مقاسات الفتحة اللي انا عملتها. اول ما بدوس عليه بتميل لي الفتحة على طول في الحائط. اختار الشكل كله او الاوضة كلها بالمنظر ده، واروح عند الماتيريال اديتور، وزي ما احنا شايفين هندوس على الاشتراط ده، وهاجي من هنا، هي بتبقى دايما ستاندرد. انا هختار حاجة اسمها V-Ray MTL. طبعا V-Ray هتظهر لي لما احملها، قبل التحميل مش هتظهر لي هنا في الماتيريال، فانا بختار دي وبقول له اوكي، وبدوس على شو شيدد ماتيريال ان فيو بورد واساين ماتيريال. خلاص يبقى دي اول حاجه هنعملها. هاجي احط الكاميرا، قبل ما احط الكاميرا انا هشيل من هنا الحائط ده عشان ابين لكم واوضح لكم اكتر ازاي ان احنا هنحط الكاميرا او الاضاءه هتدخل في الاوضه عندي هنا. بعد كده هروح عند الكاميرا وبختار في راي برده من السهم هنا، بدوس على السهم ده، هي اما بتبقى ستاندرد او ارنولد زي ما انا شرحت قبل كده. مع الاضافه هتنزل لي في راي، وبختار فيزيكال كاميرا في راي كويس، وباجي احط الكاميرا اللي انا عايزاها، بدوس كده وبحط التارجت بتاع الكاميرا عند فتحة الشباك. هنيجي نشوف الكاميرا، بدوس باليمين هنا عند برسبكتيف وكاميرا وفيري كاميرا. ده الشكل اللي ظهر عندي. ممكن ان انا اظبط الكاميرا عن طريق موف زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، اهي بالشكل ده. وهاجي اعمل اللايت، بروح على لايت ونفس الكلام من السهم هنا، بختار فيري اللي انا ضفتها، وبختار هنا فيري سان اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، هندوس عليها بالشكل ده، وهاجي عند الطب هنا واحط الاضاءه بتاعتي وادخلها عن طريق الشباك بالشكل ده. هاجي اظبط في الاضاءه، طبعا عملت يس يس، وبعد كده بظبط اللايت عندي، بعمل موف كده اهو زي ما احنا شايفين في خط هنا بيظهر لي برضو هنا اهي، ادي الاضاءه داخله من الشباك، التارجت بتاعها جوه زي ما احنا شايفين كده. انا عايزه اشوفها، بروح على ريندر، اشوف ايه اللي هيظهر لي. ادي اضاءة الشمس،
وداخلالي من الفتحه، مظهر لي الاضاءه بتاعه الفتحه على الارض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بكده انا خلصت الدرس، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، وتفعيل الجرس اللي مش مشترك في القناه، ده بيدعمني في اليوتيوب وبيخليني ان انا استمر معكم. انتظروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.